حفل تخرج الكليات العسكرية تزامناً مع الذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم. 50 عاماً مضت على يوم تزينت فيه مصابيح السماء، 50 سنة مرت على لحظة أشرقت فيها أرض مصر بنور ربها، 50 قرن من الزمان ولى وما زلنا نتنفس عبير نصر أكتوبر المجيد. ذلك النصر الذي أفاء به المولى سبحانه وتعالى على أمة كانت أحوج ما تكون إليه، وشعب طال صبره انتظاراً ليوم الحسم، وجيش نظر إلى الضفة الشرقية للقناة فوجد قطعة من جسد الوطن وقد غابت النضارة عن وجهها وانطفأ فيها بريق الحياة، فأقسم ألا يغمض له جفن أو يرتاح له بال حتى يعيدها مرة أخرى إلى أحضان الوطن الأم. وتزامناً مع هذه الذكرى العطرة نشهد اليوم حفل تخرج دفعات جديدة من الضباط في الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وليبقى علم مصر خفاقاً من جيل إلى جيل. ونبدأ احتفالنا اليوم بمراسم تقليد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية بمناسبة مرور 50 عاماً على حرب أكتوبر. Thank you.
يمضي الزمان ونمضي معه، ولكن تبقى في الأذهان والأفئدة أيام مجيدة، أيام نصر أكتوبر 73 التي يمر عليها 50 عاماً هذا العام. ما أعظم الأيام التي استعادت فيها مصر عزتها وكبرياءها بانتصارها، ويظهر في سماء العرض وبالمواجهة تشكيل من طائرات جروب يشكلون رقم 50 تزامناً مع احتفالنا اليوم. بمناسبة مرور 50 عاماً على نصر أكتوبر المجيد، صدق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري. والآن يتفضل السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقليد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري. تظهر الآن في سماء العرض الهليكوبتر جازيل تحمل علم جمهورية مصر العربية وعلم القوات المسلحة المصرية وأعلام الأفرع الرئيسية
وعالم الأكاديمية العسكرية.